استهلاك محلي استهلاك فلسطيني معرض تسويقي يساهم في تعزيز صمود المزارعين ومنتجاتهم بدعم من الإغاثة الزراعية الفلسطينية وبالشراكة أيضا مع بلدية البيرة. سنتحدث بالمزيد بالتأكيد مع ضيفتنا عبر الخط الهاتفي. تنضم إلينا الآن الأستاذة رانيا الأسمر، منسقة تمكين المرأة في جمعية الإغاثة الزراعية الفلسطينية. أهلا أستاذة رانيا، مساء الخير وحياك الله. مساء النور فيك، هلا في مستمعينا الكرام. أهلا بك ضيفة عزيزة بالتأكيد على نشرة وطن الاقتصادية لهذا النهار. وقبل ما يعني نبلش ونحكي وإياك، اسمحي لنا تضلي معنا لنتابع هذا التقرير وأعده طاقم وطن من الفعالية ونظمت بالأمس، نظمت أمس الأحد في ساحة مركز بلدنا الثقافي. نتابع. المواطنة شادية أبو حشيش من قرية الناقورة قضاء نابلس تقوم بإنتاج خل التفاح الخالي من المواد الحافظة، والزعتر البلدي والعديد من المنتجات الفلسطينية وتعرضها في الأسواق لإعالة أسرتها في ظل زيادة البطالة في المجتمع الفلسطيني خلال الفترة الأخيرة. المشروع الرئيسي خل التفاح، أصنع خل تفاح طبيعي، خل مواد الحافظة أورجانيك، بعمل زعتر بلدي بالسمسم البلدي والسماك البلدي، بصنع سماك، بصنع فريكي، اللهم صل على زعتر بلدي ولبني، مكابيس، باذنجان ومقدوس، كل واحد ندعم المنتج الوطني. وفي ساحة مركز بلدنا الثقافي بمدينة البيرة يعرض مزارعون ومزارعات من 14 تعاونية منتجاتهم الريفية والزراعية لتسويقها بدعم من الإغاثة الزراعية وبالشراكة مع بلدية البيرة تحت عنوان استهلاك محل استهلاك فلسطيني بهدف دعم المنتج المحلي وتشجيع المستهلكين على شرائها. هدف هذا المعرض اطلاع المستهلكين الفلسطينيين على عدد من الجمعيات التعاونية التي عملت معها الإغاثة الزراعية خلال العام الماضي. هناك عدد من الجمعيات التعاونية ستقوم بعرض المنتوجات تاعتها. الهدف من المعرض هو الانتاج المحلي والاستهلاك المحلي ومحاولة تشجيع المستهلك الفلسطيني على استهلاك المنتوجات المحلية الريفية العضوية الخالية من الكيماويات. احنا اليوم عم نعمل معرض للمنتوجات الريفية، دعم للمنتج الوطني وتعزيز لصمود المزارعين. هذا معرضنا احنا بالعادة كنا بنعمله بشكل سنوي ودوري، بس بسبب الأوضاع السياسية الصعبة احنا لأكثر من مرة حاولنا نعمله، بس مزارعينا هم جايين بالطرق كانوا بيتعرضوا لاعتداءات وما كانوا بيستطيعوا الوصول. الحمد لله اليوم قدر يوصل منهم عدد لا بأس به. بنتمنى انه يكون في دعم للمنتج المحلي، دعم لهدول المزارعين حتى نشجعهم بصمودهم بأراضيهم. الإغاثة الزراعية تسعى لتنمية القطاع الزراعي الريفي وتعزيز صمود المواطنين والوصول إلى الفئات الفقيرة المهمشة من خلال دعم التعاونيات وتوفير العديد من المشاريع الزراعية للمزارعين. عودة إليكم من جديد متابعينا الكرام. أجدد ترحيبي بضيفتنا رانيا الأسمر، منسقة تمكين المرأة في الإغاثة الزراعية. رانيا مساء الخير كمان مرة، يعطيكم ألف عافية. هاي جهود تقدر عاليا صراحة في هاي الفترة الاستثنائية والمعقدة اقتصاديا اللي بتواجهها المشاريع الزراعية تحديدا الصغيرة نقصد. كم يعني قبل ما نسأل ونحكي، كم مهم وكم مهم أيضا الاستمرار، يعني نعرف من خلالك ونستفسر منك، لأنه أنت كنت بتقولي عن معوقات يعني كانت أكثر من مرة يعني يخطط لإقامة الفعالية وتنظيمها وبسبب الأوضاع والإجراءات الإسرائيلية وانتهاكات الاحتلال يعني تتخربش البرامج، تتخربش الترتيبات. يعني بس بالأول بحب أستفسر منك وأستوضح يعني فيما يتعلق بهذه النقطة بداية. طبعا أنت بتعرفي من يوم 7 أكتوبر، من بداية الحرب ما بلشت، صار هناك كثير حواجز ومعيقات في الطرق، وصار إعاقة لحركة المواطنين قبل المنتجات وقبل أي شيء.
فما بالك بالمنتجات لما بده يصير حركتها من مكان لمكان، اكيد في حواجز عسكريه، في تفتيشات تتعرضوا فيها. يعني امبارح كثير من نسائنا اللي جايات تعرض منتوجهم لتفتيش صارم كان، في بعض المنتجات اللي كانت جاي من علبتها تفتشت بطريقه مؤذيه حتى اكلت جزء منها. طبعا احنا حاولنا، احنا بتعرف في تاريخ الاغاثه الزراعيه تاريخيا الاغاثه بتسعى لتنميه القطاع الزراعي الريفي واستهداف الفئات المهمشه خاصه المزارعين. والتدخلاتنا كانت بتكون في اكثر من اتجاه، سواء بدعمهم بمدخلات انتاج، سواء ببناء قدراتهم. الجانب الأهم اللي بعاني فيه مزارعين عبر التاريخ هو قضية التسويق المنتج. فإحنا كنا من خلال معارضنا اللي كانت تقام بشكل سنوي، معرض ريفي فلسطيني، وهذا أكيد الاسم متداول ومعروف بين الغالبية، إن إحنا كنا بنجيب هؤلاء مزارعين ومزارعاتنا ونحاول عرض منتجاتهم، منه دعم وترويج للمنتج الوطني من جانب تعزيز الاستهلاك المحلي، تعزيز صمود المزارع، نجد لهم ونوفر لهم قنوات للتسويق المباشر من المزارع للمستهلك. لكن للأسف إحنا حاولنا خلال الفترة الماضية إنه نعمل أكثر من مرة معرض، ممكن بالحواجز ما كانواش يقدروا يوصلوا، أحيانا كانت ظروف البلد يكون في إضرابات، في مشاكل ما نستطيعش ننفذ المعرض. يعني كنا إحنا مثلا على سبيل المثال يوم الخميس كان مخطط إن نعمل معرض، لكن كان في ظروف سياسية مش آمنة، فاضطرينا نأجله للأحد وتم التنفيذ يوم الأحد. طب يعني إحنا شوي من خلال التقرير وحضرناه قبل شوي رانيا مع بعض، وأكيد أنت كنت معنا على السمع، قدرنا نتعرف من خلال هذا التقرير على الأجواء يعني وعلى المحتوى، وعلى يعني استمعنا أيضا لمشاركات بشكل مباشر، ولكن من خلالك رانيا بنحب نعرف أكثر عن المستفيدين، عن المشاركين بهذا المعرض، وعن التفاعل كذلك الأمر، لأنه إذا بنحكي أنه التسويق هو هدفنا، تسويق المنتج وتسهيل تسويق المنتج بالنسبة للمزارعين والمزارعات هو هدفنا، فبنحب نعرف كمان عن التفاعل، كيف كان التفاعل؟ كان معرض شارك معنا 14 جمعية تعاونية، كانوا مجموعة من طول كرم، من نابلس، من رام الله، من سلفيت، اللي قدروا يوصلوا. تنوعت المنتجات الموجودة بالمعرض ما بين خضروات، خاصة موسم الفقوس هاي الأيام، الكوسة البلدية، المزروعات الورقية الطازجة، منتجات الألبان والعسل والمخللات والمربيات، الزيت العضوي، المعجنات، تطريز أشتال زينة حتى كانت. المعرض كان عليه إقبال جيد مثل نقول، يعني شارك في هذا المعرض عزز دور المرأة الاقتصادي والاجتماعي، مال كان في جودة في المنتج المعروض في المعرض، إنه منتجات آمنة خالية من الكيماويات. يمكن شوية ظروف الصعبة، إنه الدخل المواطن بشكل عام وارتفاع البصالة، الدخل المتدني شوي كانت صعبة، بس لأول مرة مزارعاتنا كانوا يحاولوا يحطوا أسعار أدنى مما هو متعارف حتى يساهموا في سلة الغذائية للمستهلك، في نفس الوقت يعود عليهم بدخل بسيط لهم هم. تمام. وهذا طبعا بالتأكيد، خليني أرجع أقول لك رانيا كمان مرة، مثل ما بلشنا هذا اللقاء، هذا يعني جهد يقدر عاليا صراحة في ظل هاي ظروف والأوضاع الاستثنائية اللي بتمر فيها المشاريع الإنتاجية الزراعية وكذلك المستهلك كمان حسينا بتماسك اجتماعي كان بينهم، يعني كثير ملموس بطريقة خفية، بس كثير كان هيك نقول جو عائلي. يعني المزارع كان بده يوفر للمستهلك بأقل التكاليف، بأقل التكاليف. طبعا لأنه الأوضاع الاقتصادية هي معقدة ومركبة صراحة على الجميع، و يعني العدوان الإسرائيلي واستمرار العدوان الإسرائيلي وانتهاكات الاحتلال في غزة، في الضفة الغربية، بالتأكيد لها انعكاسات كبيرة جدا وأثار يعني ملموسة وملحوظة على مختلف القطاعات، والمتضرر الأكبر هون بنحكي دائما أنه هي المشاريع الصغيرة، المشاريع الإنتاجية الصغيرة. وهذا بيخلينا نسألك رانيا كمان بحكم متابعتك بالتأكيد لعديد المشاريع الزراعية الإنتاجية الصغيرة، يعني ما هو حالها في ظل استمرار العدوان والانتهاكات على الأرض في الضفة؟ طبعا المشاريع الصغيرة هي بتتعرض لأكبر هجمة، أول إشي في ارتفاع مدخلات الإنتاج على المزارع، سواء مربي الثروة الحيوانية من الأعلاف وقلة المراعي،
هذه الارتفاع بيؤدي لتضاؤل هاي المشاريع وضعفها بشكل كبير. الهجمة الاستيطانية اللي بتصير على الأراضي الزراعية وحرق المزروعات كمان، هذه كلها بتأثر على المزارع بشكل سلبي. هاي المشاريع الصغيرة عم بتحاول تصمد بقدر المستطاع أمام هاي الهجمة والاعتداءات اللي عم بتصير. عشان هيك احنا بندعو مستهلكنا الفلسطيني في كافة أرجاء الوطن أن يكون في دعم لهدول المزارعين، دعم للمنتج الوطني الفلسطيني حتى يقدر يصمدوا هدول الناس على الأرض في ظل هاي الاعتداءات والهجم الصارم اللي بتتم عليهم من قبل الاحتلال والمستوطنين. بالتأكيد، وإحنا كمان منشد تماما يعني ومنضم صوتنا لصوتك بشكل تام بأنه اليوم إحنا عنا يعني حالة استثنائية، وبالتالي تتطلب كمان منا أنه نتصرف بشكل استثنائي، وأنه دائما يكون المنتج الوطني هو خيارنا الأول عند الشراء ثم المنتجات الأخرى. وبالتأكيد بلزم هلأ مع شلال الدم النازف أن نوعى أكثر لمسألة المقاطعة تماما، مقاطعة منتجات الاحتلال بشكل كامل. طيب رانيا، اسمحي لي أسألك، إذا طبعا الإغاثة الزراعية هون لازم ننوه للجمهور الكريم بأنه يعني هي مؤسسة رائدة في العمل التنموي الزراعي بفلسطين، سنوات عمل طويلة تقريبا 40 عام في خدمة المزارعين والمشاريع الزراعية، التاريخ الإغاثة طويل صراحة، ولكن هذا بخلينا كمان نسأل في ظل هاي الظروف الصعبة شو في عندنا خطط لقدام وأفكار ممكن ترى النور، معارض، فعاليات تسويقية مماثلة في فترات قريبة. طبعا زي ما حكيت عزيزتي، احنا الإغاثة تاريخها حافل بالمشاريع والمساعدات والدعم للمزارع الفلسطيني، بس بقدر أقول إنه في المرحلة الجاية الإغاثة الزراعية راح تكون بشق طرق زراعية في منطقة رام الله، في 6 قرى من منطقة رام الله اللي هي مزارع النباني، قراوة، بني زيد، كفر عين، عرورة، كوبر، دير السودان. هاي الطرق الزراعية راح تكون هدفها تعزيز المزارع الفلسطيني، مساعدة المزارع الفلسطيني بالوصول أكثر لأرضه حتى يزرعها بشكل أفضل. راح يكون في عنا خلال هذا العام أكثر من معرض اللي نحاول فيه تسويق المنتجات الزراعية. راح نحاول نحط منتجات ريفية، في على سبيل المثال موارث هي للجمعيات التعاونية. راح احنا نساعد في انه المزارعين نوصل منتجاتهم للموارث، تم عرضها على مدار 30 يوم باسعار مناسبة للمستهلك الفلسطيني، باسعار تساعد في توفير جزء من تعب هالمزارع اللي يصمد على ارضه، تصفي دخل لهي العائلات. بندعو كافة مستهلكنا الفلسطيني انه بالدرجة الأولى يكون المنتج الوطني، المنتج الوطني. في حال فيش بديل واضطرينا لمنتجات الدول الصديقة ما في مشكلة، بس بالأساس يكون المنتج الوطني هو الأساس في سلتنا الغذائية. نعم، خيارنا الشرائي رقم واحد، وهذا بالتأكيد مرة تانية بنقول أنه إحنا اليوم أمام ظرف استثنائي وأمام أوضاع بالتأكيد بحاجة منا لإعادة ترتيب أولوياتنا، وإعادة ترتيب أقصد أولوياتنا في الشراء وتركيزها، والتركيز تماما على استهلاك المنتج الوطني، المنتج المحلي الفلسطيني. ودائما رانيا بجوز فرصة اليوم وانت موجودة معنا نقول انه المسألة مش بس مسألة منتج وطني، لا، هنالك جوانب صحية، والمنتجات البلدية الريفية هي منتجات خالية تماما من المواد الحافظة على سبيل المثال، فكمان في يعني منافع أخرى منقدر نستثمر فرصة وجودك معنا وتحكي لنا عنها أكثر شوي. طبعا إحنا الإغاثة التاريخية نشتغل على المنتجات الآمنة العضوية الخالية من المبيدات والأسمدة الكيماوية. هدفنا صحة الإنسان قبل أي شيء، الحفاظ على التربة والأرض ثاني شيء، المنتج ذو الجودة العالية. فعشان هيك الفكرة مش بس أدعم منتج وطني، كمان أنا مش هو بس وطني، هو آمن وصحي لصحة الإنسان. تماما، بدي أشكرك، شكرا لك كتير على وجودك، على مشاركتنا، وعلى هاي الإفادة والإضاءة. كل الأمنيات بالتأكيد بالتوفيق فيما هو قادم، وإحنا بالتأكيد بشبكة وطن الإعلامية معكم فيما هو قادم. شكرا لك رانيا الأسمر، منسقة تمكين المرأة في جمعية الإغاثة الزراعية الفلسطينية. تحياتنا لك.